أتواصل مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بعد هذه اللقطات التراثية الرياضية، نأتي بملخص هذا اليوم. الشوط الأول الشوط الرئيسي، أرصاد هي من رصدت أول المراكز، مهدي أهالي نزوة، سالم بن محمد بالضباع الاكتبي بتسع دقائق 18 ثانية، جزيني من الثاني محقق التوقيت الأفضل في أول أشواط الإيداع في هذا المهرجان الكبير. بينما شوطنا الثاني كانت هناك العبور التي عبرت إلى بر الناموس لغانم بن حمود الظاهري على أبو محمد بن غانم بن حمود الظاهري، والتحية لأبو جسيم على هذا الأداء الجميل والرائع. 9 دقائق 22 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا الثالث كان شاهين سعيد بن يابر بن ستان المري هو من أضاف هذا الإنجاز مع إنجازاته المتكررة ب9 دقائق 37 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الرابع والخاص بالجعدان المهجنات الأصائل كان مياس محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي هو من أتى في استراحة المحارب ليعلن هذا الفوز والانتصار ب9 دقائق 34 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، ومهدي أهالي مردف. بينما بداية جولة أخرى تأتي مياسة ويأتي ابن الصقار محمد بن شاهين بن قلبان المزروعي ليهدي أهالي الوثبة ب9 دقائق 30 ثانية وسبع أجزاء من الثانية ولحظات وصول مياسة. بينما شوطنا السادس كانت رسالة لراشد بن حمد بن راشد بن غدير الاكتبي القادمة من مرغم لتهدي شباب مرغم هذا الفوز والانتصار ب9 دقائق. هنا لحظات الوصول 19 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السابع كان هناك الجعدان وكان بن عي عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي مع سراب ليعلن 9 دقائق 30 ثانية وفان تماما وكمالا. بينما شوطنا الثامن الخاص بالجعدان المهجنات الأصائل يأتي الوعب لحزام بن زيد بن محسن بن نديل المري ليقطع مسافة السباق في 9 دقائق 33 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس، تبدأ جولة أخرى من جولات هذا الصباح ليعلن هناك الفلاسي مرة أخرى بتواجد رائع وجميل من خلال تواجده أيضا تبوك محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي ومعلن 9 دقائق 31 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا العاشر والخاص بالأبكار المهجنات الأصائل أتت حربا ليعلن حمد بن غانم بن حمودة الظهري أيضا هذه السلالة الهملولية الرائعة 9 دقائق 20 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الحادي عشر كان مسموح ناصر بن محمد بن دهب العفاري قادم من مصانع الجنوب التراثية ومن ميدان حمران ب9 دقائق 26 ثانية تسع أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثاني عشر والخاص بالجعدان عاد بن زعل ليضيف الهاتريك في هذا الصباح مع هملول محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي ب9 دقائق 17 ثانية و8 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثالث عشر الخاص بالأبكار المحليات الأصائل كانت المنافسة حتى الرمق الأخير لتعلن سود المطر بن حمد بن عمير الشامسي ب9 دقائق 26 ثانية 6 أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس. بينما شوطنا الرابع عشر والخاص بالأبكار المهجنات الأصائل عزفت ريام الوتر الأول مع خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري مهدي ميدان التراث هذا الفوز ومنطقة السويحان ب9 دقائق 20 ثانية و9 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الخامس عشر والخاص بالجعدان المحليات الأصائل أتى بالهركي ليضيف إنجاز آخر مع شاهين الخزع بن أحمد الخزع بالهركي العامري وماديا مصانع الجنوب 9 دقائق 26 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوط الوداع كانت صوغ محمد بن سعيد بن حمود العفاري ماديا أهالي الفوعة هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد هذا الاسم ب9 دقائق 19 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. إذا نذكر بانطلاقة الفترة المسائية في هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير بإذن تعالى. أشواط الرموز الأربعة وبقية الأشواط 16 شوطا سوف تكون في المساء حاضرة بالمنافسة والمتعة والإثارة مع هجن أبناء القبائل. الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم هو الموعد مع انطلاقة أشواط الإذاعة. شكرا للزميل والمخرج إسام الهواري، شكرا لإبراهيم الزرعوني، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق، شكرا لمحمد بن مية العفاري محدثكم سالم بن الحبز. استودعكم الله وإلى اللقاء.